أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى العجم قال له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم أي مختوم، فاصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وكتب عليه محمد بالأسفل، رسول سطر في الوسط، الله فوق. وهذا من الفقه كيف جعل اسم الله سبحانه وتعالى في الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذا الخاتم في يده اليمنى يتختم به. والرواية التي جاءت قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يختم به ولا يلبسه، قال العلماء أي لا يلبسه على الدوام عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقصود من الحديث. والفضة مباحة للرجال والنساء، الذهب للنساء ومحرم الذهب قليله وكثيره على الرجال، هذا كما هو في المذهب الشافعي. ولبس الخاتم أي الرجل أن يجعل خاتما وأن يلبسه في يده اليمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة في المذهب الشافعي، يعني مندوب، والله أعلم.